الخانم الإنجليزية بعد ما ترخص لي يا أخوي يا شيخ محمد تكون حليلة لي على سنة الله ورسوله. من وين طلعتيلي؟ وين كان حظي مخبى؟ كنت أخاف على مجوي من زينة وفضة وهدلة، هتاري المخبى أعظم. مين أنتي؟ مين أنتي أريد أفتهم؟ سعلوية؟ جنية؟ أميرة مثل ما يقولون؟ إن كنت أميرة وإيش جاب حالك لحالنا؟ وإيش اللي يلمك على الشيخ مجوي؟ وإيش اللي يجيب الإنجليزية على ابن العرب؟ ها؟ إيش جابك عليه؟ أنا أدري إن لسان الشيخ مجول يرطم بالفرنجي، لكن شلون قلبه يرضى وليفة غريبة غيري؟ مجول وليفي، حليلي، حبيب قلبي وأبو عيالي، ما أحد يقدر ياخذه مني، تفتهمين؟ ما أحد. وما تقول تفضل لضيفك؟ بارك يا شيخ. بارك الله بيك يا شيخ فارس. مبروك العرس يا شيخ. يا هلا، بارك الله بيكم. مبروك العرس. هلا بارك الله بيكم، عقبال عند اولادكم يا هلا. هلا هلا، هيا يلا تفضلوا تفضلوا. يا هلا يا هلا. اقول يا هالربع، الشيخ مجول ما هو خوي الواحد ابن ام وابوي، لا، الشيخ مجول ترى هو خوكم وابنكم، وحنا لزوم اليوم نحتفل بيه مثل عرسه الاول وزود. ها هي يا شيخ، هي يا شيخ، ترانا ما نقصر. تسلم يا مزيد. الشيخ مجول غالي ومقامه عالي، لكن وش هي سالفه العروس؟ ايه، الخانم الانجليزيه هي هالربع بنت امره، ولها شان كبير كبير عند ربعها، وهي اختارت انها تعيش بيننا، وفضلت عيشتنا على عيشه القصور بديرتها، ولان الشيخ مجول اختارها حليله الله، حنا لزوم نقبلها ونكرمها. ايه، على العين والراس، لكن الخانم ما هي صغيره وحنا ما ندري عنها شيء. وش العلوم اللي تريد تعرفها يا مزيد؟ يعني هي بكر ولا ثايبه ولا ارمله، حنا ما ندري. اسمع يا مزيد، انا الحين رخصت لها ولوليها بزوجتها من اخوي، وما اريد اسمع بينكم يا هالربع غير كلها مش طيب. زين الكلام زين يا شيخ، انها صارت حليله الشيخ مجول وكرامتها من كرامته، واللي عنده هرج ثاني تراه مردود عليه. بارك الله بيك وبرايك يا شيخ فارس، بارك الله بيك. العقبة للعايزين من عندكم. الله يجعلها عقبة خير عليك يا شيخ. آمين يا رب العالمين. تسلم مزيد يا شيخ، الله يسلمك. من يدك يا عابد. يلا يلا كحلك طول العمر كحلك. ما شاء الله ما شاء الله. عجز عجز يا عابد. مبارك مبارك. يبارك بيك يمه، يبارك بيك. يا هلا يا هلا يا هلا بالربع اهالي وخلاه. ما شاء الله ما شاء الله. عشت عشت يا عابد. عشت مبارك مبارك. الله الله الله. محروس يا شيخ محروس. يا من عندك يا عم؟ من عندك يا عقاب؟ تشوف منها كل زينه يا شيخ. تسلم يا شيخ فارس، تسلم يا اخوي.
أجول بيكم فرحان، عروستنا زين وكحلها وفا وعرفان، الله يحرسهم ويخلفوا للعشيرة بنات وعجيان. لا مو أنت اللي تفرحين بيها، يعني ما يشوف مش مين؟ إيه الحين تشوفينا هسع من بعد ما تتزينين وتجهزين ناخذك عنده. لا بالله لا بالله ما أبقى يا مجول بعد يوم واحد أتفيى بظلك، يحرم علي زادك ورفقتك، يحرم علي عشرتك والعيش يمك. ليتها مبارك إن شاء الله. مشول أمسك يد حرمتك يا شيخ، يا مستورة وش ما كانت ملتك أو لسانك، أنا الحين ولي أمرك وأسألك، تقبلين الشيخ مجول زوجة لك عسنت الله ورسوله؟ تفتهمين علي؟ أقول زوجة لك. أقبل. زين حمد الله. يا شيخ مجول تقبل هذه الحرمة اللي اسمها شيخ محمد الخانم الإنجليزية؟ تقبل هذه الحرمة الشيخة أم اللبن؟ تقبل حيلتي لك عسنت الله ورسوله؟ إي بالله أقبل. زين والحين أرخص لكم زوج وزوجة عسنت الله ورسوله، ريتها الخلف الصالح والخلفة الزينة. عيني ما تشوفك بعد يا مجوى ولساني ما يلهج باسمك، كيف قدرت تحرق القلب المتولع بصورتك، شلون قطعت حبل الود اللي كنت رخيلك، كيف تريدني أبقى رهينتك وريحة حرمة ثانية تملى خشمك، شلون تريدني أسلي نار بيتك وربي ولدك وانت كسرت قلبي طفيت نار روحي، أرجع هلي ذليلة ولا أذوق ذلك، وياكلني وحش البراري لا تاكلني الغير عليك. الجميع اقبال على الاولاد. يا هلا يا هلا،
بارك الله فيك. ان شاء الله تشوف على الدار. شوف حنو صبيعك. فرحانه يا شيخه ام اللبن. شيخه ام اللبن؟ اي هذا هو الاسم اللي سماك بيه اخوي الشيخ محمد. الحين هذا هو اسمك الشيخه ام اللبن. لبن؟ لانك بيضاء مثل الحليب. لكني لست بيضاء تماما. بالنسبه لنا انت اكثر بياضا من حليب النوق. وشباب العشيره الحين يحسدون صباحي قبل مسائي. لكني اود ان تخمرني شمس هذه الصحراء حتى اصبح مثلكم تماما. عندها سأبحث عن امرأة بيضاء لا تظهر إلا في ضوء القمر. وهل يمكن أن تفعل هذا بي؟ إني أعذر، ما بك؟ هل صدقت أنه يمكن أن أتركك من أجل امرأة أخرى؟ لقد حدث هذا الآن مع مسجة، ولا شيء يمنع أن يحدث معي في يوم من الأيام. إني أحبك يا سيدتي، إني أحبك، ولا يوجد امرأة في الوجود تستطيع أن تأخذ قلبي بعيدا عنك. وأنا أصدقك الآن، ولكن إن حدث ذلك في يوم من الأيام وأحببت امرأة أخرى بيضاء أو سمراء فلا تجعلني أراها ولا أسمع بها. هل تستطيع أن تعدني بذلك؟ هل تعدني أنه لن يصيب قلبي إلا مطر السماء؟ وش السالفة يا شيخ مجول؟ يوم فرحك الأول يا أخوي بقينا 3 أيام من ده العيش جوعان، العيش جوعان، إلا ما بقى حدا بالديره إلا وكل من زادك. إيه بالله. وش قصتك اليوم؟ تريد أموت من الجوع يا أخوي؟ يا شيخ محمد خسر الجوع، خسر الجوع يا شيخ. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. يا هم يا رب. هلا ورحب. تعال يا ولد من المي، تعال. تفضل يا شيخ. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. يا شيخ فارس. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ. تفضل يا ربا، يا هلا ورحمة. حياك الله، حياك الله يا شيخ. تفضل يا جنتنا. أهلا وسهلا، تفضل. تفضلوا يا جماعة. تفضلوا. هلا. هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. بسم الله. قرب جاي يا جماعة. بسم الله. قرب جاي. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب عروستك يا شيخ. تفضلي يا شيخ. لا يا خي، ما بلزوم، ما بلزوم، ما بلزوم. تعمر يا شيخ. يا ذكر الله. صح صح يا شيخ أم اللي. بسم الله. يا زين يا شيخ زين.
يلا. هل تسمحين لي أن أقود هودجك هذه الليلة؟ إلى أين نسافر الآن؟ ليس إلى البعيد، إلى هناك حيث خلوة عرسنا. سنكون بعيدين عن العشيرة الأيام. وحدنا؟ نعم، حيث لا يرانا إلا القمر. وهذه النجوم التي تلتمع، هل تعتقد أنها ستغمض عيونها؟ لا أعتقد أن أحداً سيغمض له جفن هذه الليلة. شبيك يا مزيونة؟ علاش ترتجفين مثل الطريدة اللي وقعت بين مخالب الحر؟ أنا ما أكون ليك إلا ستر وغطا، ويدي ما تكون عليك إلا أرحم من يد أمك. تراني الحين حلالك وهلي هم هلك. لا تبكين وتتحسرين، ترى ما يلزم هالعيون الحلوة إن الدمع يغسل كحلة، والوجه الضاوي مثل القمر ما أريد أشوفه إلا يضحك لي بإذن الله.
هل أنت خجول يا شيخ؟ إن لجمالك سطوة علي. إن هذا الجمال هو ملك يديك الآن أيها البدوي، مثل كل شيء على وجه هذه الصحراء. كنت دائما أشعر نفسي كالطائر الحر الذي يحس أن كل شيء يمسحه ظل جناحيه على الرمال هو ملك له، ولكني الآن خائف. خائف؟ وهل حقا أن الصقر الذي أحببته يخاف من أي شيء؟ لقد علمتني الصحراء أن الظمآن حين يرى كل هذا الماء يكون سرابا لا يزيده إلا عطشا. إنني لست سرابا أيها الرجل، أنا كل الماء الذي يطلبه عطشك، وأنا كل العطش إلى ماء حبك، فلتأتي إلي أو آتي إليك. صبحك بالخير يا عمتي. صبحك بالخير يا ولدي. حول، خذ من هالعيش. كتر خيرش يا عمتي. صحة. على راسك يا بني. ماما ايش بيك يا ماما؟ ايش بيك يا ماما؟ يا روح امي شلتي، ايش بيك يا ماما؟ المشوار لذب حالي انا والبنت من فوق لتحت. بك بعمرك يا بنتي، شفتي مره حردانه بتترك البيت وبتروح مشاوير بدون اهلها؟ طيب خذيني معي. امي الله يخليك تركيني روح المشوار، والله العظيم بروح وبرجع اوام، ما بطول، ما حدا بيحس بغيبتي. طيب وليش اخذ البنت معك؟ الله يرضى عليك يا بنتي، لا تجننيني. لا تخافي يا مو، لا تخافي، بروح وبرجع اوام ما بطول. طيب بركي اجى جوزك سال عنك. جوزي لو بده يجي كان اجى من زمان. يا مو دعيلي، دعيلي الله يسامحني يا مو. درية درية درية، ارجعي يا درية ارجعي. سامحيني يا بنتي، أنا مظلومة مثلك. يلي ظلمك ظلمني، ويلي ضيعك ضيعني. أنتي بنت قلبي شقفة من روحي، بس شو بملك من أمري إذا كانوا كسروا قلبي وخنقوا روحي؟ سامحيني يا بنتي، سامحيني. تعا تفرج يا سلام، تعا تفرج على الفن التمام. لا لبندة من عشية بطلناها، واليوم شغلتنا ضرب الحسام. هشبية هيك كانت لجدي أبو الفوارس، كان يعمل هيك طير عشرة فوس، يعمل هيك طير عشرة تانين. واليوم محسوبكم رح يبلع قدامكم هون ويقول ما شفت شي. شو بده يقول؟ ما شفت شي. تعا تفرج على الفن، تعا تفرج على البطولة، تعا تفرج على الساحر اللي بيبلع الموس وبينفخ النار.
على الساحل بيبلع الموز وبطالع النار من تمه، وبدأ البس مار براسه بكسر حجر على صدره بيقول ماشي بشي. شو بيقول؟ ماشي بشي. انت يا بضاي تقدر تبلع الموز؟ اللي تقدر تبلع الموز يا بضاي؟ بشرنا يا انا بدون شي بلع الموز على الحدين. زارتنا البركة. الله يسلمك. شو الظاهر معجوقة عندك بالجواني؟ هو صحيح الحمام مؤدي المقام، بس رح أعطيكي مقصورة تسرحي فيها وتمرحي على كيفك. الله يسلمك يا رب. تفضلي يا خانة. ربعية ذهب؟ بس هذا كتير يا خانة. هذا ندر. وليش الندر؟ لأني خلفت صبي. الله يخلي لك يا رب، إن شاء الله بيعيش بيربى بدلالك. ما شاء الله مثل البدر. ألف مبروكة يا خان. الزنا غالي، ولو إني صرت جايبة 5 طن وكلهم ويلان، وما حدا داري بحالي، ومالي ملاقي حتى خبز الشعير لجلقوتهم. بعين الله. أنت من وين أختي؟ أني من جنوب الشام. أنت كمان خلفتك صبي؟ المسكين، أضحى يتيم قبل ما يطلع الدنيا. خدي هدول يا أختي. شنو هذي؟ هاي كمالة الندر. كنت نادرة لابني إنه مرة غريبة تحممه أول ما يولد. وهي أنت طلعتي من نصيب ابني. أني؟ إيه أنت. خدي عممي وأنا ناطرتك. بس أني بيبي مو قد المقام يا خالي. لياتنا خلقت الله. يا أختي دخيلك ديري مالك علي. لا ينشغل بالك، أحميه وأرجعه سالم غانم. وينك؟ حطي بعيونك. بعيوني يا خانم. ان شاء الله. بكي شي خانم؟ وهلا محسوبكم رح يبلع الموس قدامكم مشان شوفوا بعينكم تحكوا لقرايبيكم وجيرانكم. بس قبل ما نبلع الموس رح ورجيكم الساحل عجيب كيف رح يحول هالأرنب لحية برية. دمعت مي زكات عيوني. تكرم عينك رح جيب لك أحلى طاسة مي بما زهر. شو يا؟ وين خبيت شبرية؟ وين المراجل؟ فولون، انت لازم هلا يبلع سكين. انت بيقولوا انه يبلع سكين، لازم يبلع سكين. فايت على عرضك يا سيدي بلاها. فولون، انت يبلع سكين او يروح معنا على البوشك باشي.
قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت له اسمع أمير لايك، أنا بيشتغل عندك طباخ على الشباشي، بس يرقص؟ لا هذا مستحيل. الله عليك يا فرنجية، إيه كنت ترقصي له شوي؟ ياخ ياخ ياخ، شو هالحكي هذا من الخير؟ شو ترقص له ما ترقص له؟ أعوذ بالله. شو يعني لأنه أنا مرة لازم بيرقص؟ لو كان عند أمير لايك طباخ على الشباشي بشوارب ممكن يقول له فلان ارقص. الحمد لله اللي الله خلقنا نسوان حتى لو بدنا نرقص. يبعث لك حمى يا سرنوة، بدك ترقصي، هاد يلي كان ناقصك. أنا ما بيعرف يرقص حتى لو كان بيقبل، أنا بيعرف يطبخ ينفخ يودي بسفرة أحسن من 10 طباخين كبار عائلات في اسطنبول كان بياكل من تحت إيدي أنا. ريتا ما تبلى الفتلة يا فرنجية، ريتا ما تبلى. شو فتلة ما فتلة؟ قلت لك أنا ما بيحب يشتغل رقاصة. لكن شو بيحب يشتغل حضرتكم؟ حربشي؟ لا أنا بيكره حرب كتير، حرب أخذ أمه وأخوه وأهله وأخواته، شردوا من بلاده. آه من الحرب، آه هي أصل البلا، هي أصل البلا كله. نص شباب البلد راحوا على حرب الموسكوف، والنص التاني يا حسرتي راقد وراهن عسكر البجكباشي. يلان أبو حرب واللي اخترعوا هداك اليوم. سمعت الآغا عم يحكي إنه بدهم يدور ورا الفرارية بهاليومين، واللي بدهم يلاقوهم بدهم يربوا فيهم البلد. يوه الله يهدهم، الله يهدهم، شو افتروا شو ظلموا. إيه ما قلت لكم الحمد لله اللي الله خلقنا نسوان، مين بيسترجي ياخد النسوان على العسكر؟ يا أدم الخير يا أدم الخير. نعم ستي يلا أجيك. يا أم عبدو، أم عبدو، أم عبد الرحمن، دشري من إيدك ولحقيني، حضر النفس ولحقيني، أنا رح طالع للقهوة. هاي فتحية ضربتني. شو أمي؟ هاي فتحية ضربتني. ليش قتلتي حبيبتي؟ عم بيقول لي إنه أمي ماتت وما رح ترجع. يو بعيد الشر، مين اللي قال لك هالحكي؟ بدي أزعل منك. لا تقبريني، لا حبيبتي ما ماتت ماما، ليك عايشة وطيبة عند ستك، وبعد يومين بترجعوا مع الببو، ما بدك تشوفي الببو؟ ايه يلا روحوا لا تتخانقوا. صباح الخير ستي هنية. صباح النور. إنه ضروري كل يوم تتعوقي عليها بالقهوة وتنزعي لها مراقة من عند الصبح. أنا كم مرة قلت لك بدي فيه لاقيكي جنبي، ضروري صوتي يصل لآخر الدنيا لحتى تردي علي. العفو يا خانم، أنا كنت بالمطبخ عم شوف إذا ناقصهم شي. هاي مو شغلتك، أنت شغلتك هون بمخدعي. ليش جبنا الطباخة الفرنجية نحنا؟ أمي مثل العادة كانوا عملته بيعجن. الله يسامحك يا خانم، أنا بنزل لعندهم لحتى يشغلوا بشغل المطبخ، حتى اسألي أم عبدو. نعم يا ستي، أدم الخير بتنزل لعنا لا تعاوننا. خلاص خلاص. انتي شو شغلتك هون يا ادم الخير؟ انا خدامتك يا ستي. انتي شغلتك وصيفتي، بدك تكوني جنبي هون دائما حاضره على الاشاره. حاضر يا ستي. امي وانا امتى بدك تجيبي لي وصيفه؟ اسمعي هلا، خلصوا الملاحف يا ام عبدو؟ نعم يا ستي، امبارح غسلتهم واليوم نشفوا وركبتهم، بقيان علي خيط الاطلس على دور المخدات. وليش ما خيطتيهم لهلا؟ لأنه يا ستي ندهولي بالمطبخ لعونه بحفر المحاشي. والله الطباخة رح تجنني إذا أم عبدو بتحفر لها المحاشي وأدم الخير بتفرم لها البقدونس، ليش جبناها لكان؟ عشان تحكي لهم قصص. أمي أمي الله يخليك، اسمعي مني جيبي لي وصيفة، منها بتخدمني ومنها بتساعدهم شغل البيت. منين بدي جيب لك وصيفة أنت كمان؟ مليان أمي مليان، عم يقولوا إنه الناس برا ما عم تلاقي تاكل. مزبوط، بس ما بنقدر ندخل على السرايا مين من كان، بدها تكون وحدة أمينة ومرباية وبتفهم. أنا عندي وصيفة. شو قلتي يا أم عبدو؟ قلت يا خانم أنا عندي وصيفة. وقلت لهم أنا عندي وصيفة، إيه ودغري خطرت لي لك أمي، قلت ابني حلو ووشه بناتي، بلبسه ملاي وباخده معي لبيت الآغا، شو قلت يا مو؟ شلون؟ شو هالحكي يا مو؟ بسلامة عقلي. شو علي لك أمي شو علي؟ كلهم شهرين زمان وبيمضوا وبتمرق هالغيمة إن شاء الله وما بيعودوا بيدوروا على الفرارية. أمي الله يخليكي، أنت بترضي لي إياها؟ إي والله لو بدهم ياخدوني على المشنقة أعمل حالي مرة حريمة؟
انا اعمل حالي حرامي؟ يا مو انت بهون عليكي ابنك يعمل حاله حرمه؟ لك يا امي لا لا والله انا خايفه عليك صدقني، والله ما يمسكوك او يصير لك شيء، ما بعرف شو بسوي بحالي، بموت ما بعيش ليوم واحد. بعيد الشر عنك يا مو. سيري معقول بدك تاخذيني وتلبسيني اواعي بنت تشغليني ببيت الاغا؟ بتهون لك امي بتهون، شبك انت مكبره؟ ايه اسمع مني لك امي، هيك ببقى مطمنه عليك وشايفتك تحت نظري، وبعدين انا خايفه حدا يدز خبر عنك ويجوا يمسكوك. ايه حاكم ولادين الحرام كتار بهالايام لك امي، وانت مثل ما انك شايفني مبليه باخوك المسكين. لك امي الله يخليك، انت الوحيد، انت الوحيد اللي مفتح عيوني عليه بهالدنيا، والله ما ياخذوك مني بشن بشن. الصبي ما رح يضاين على المي والسكر، وانت لهلا ما اجتك الدرة. بنتك كان وشها مثل البدر المدور، والولد وشه امي هذا الصبي ابني وابن مدحت. بوس ايدك ورجلك سكريني هالسيرة بقى. يا لقامتي عليك يا درية، بلشتي تهلوسي؟ كله هذا مشان يرضى مدحت؟ يضرب العشق وتضرب ايام. انا رح رضى يا بنتي، نشفان حليبة جرب امي. قولي على قامتي، هاتي هاتي على قامتي. ما بعرف شو صار عليك امي. علي البنت رح تروح من بين ايدي، اجبينا مثل النار. اسم الله عليك، اسم الله عليك. لازم يدرى جوزها، لازم يجي مدحت. مدحت هو دواها، صبي وجابت له، شو بده اكثر من هيك؟ وصيتك وشك جيبيني مدحت، بدي مدحت يا حالك. ابنك ولد فراري مجرم مطلوب، ضرب عسكر انتشاري، قتله وهرب من عسكريات. مو صح الحكي، مو صح يا سيدنا، انا ابني ما شفته من وقت ما اخذته. مفهوم مفهوم، انت لازم يقول هيك، بس نحن عنا اخباريات انه ابنك متخبي عندك هون. تمام افنديم، فراري اليوم في ولاد بدلاء درويش داخل غرفة. خشيناهم فهم لا يبصرون، لا يبصرون. اسمع حرمة، متى يمكن أن تصل رسالتنا هذه إلى الذي ديكبي في مضارب العشيرة التي اسمها ماذا كان اسمها؟ عشيرة المسلم يا سيدي. ولكن هل سأراها بعد الآن؟ هوني عليك يا يوجين، بالطبع سترينها يا عزيزتي. وأنت تظنين نفسك حرمة؟ أي وحق هالنعمة، هي الحرمة وحنا الزلم. هريم؟ كيف هريم؟ أنت هريم وحنا زلم، زلم.
ولك بنتي حاجة تتنقوزي على مجلس الرجال.